التلفزيون العربي. استشهد نحو 16 مواطنا فلسطينيا على الأقل في هجمات للاحتلال تكثف خلال ساعات الليل على شمال قطاع غزة، حيث أفاد مراسلنا باستشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا في جباليا شمال القطاع، وأربعة آخرين في قصف منزل بشارع النفق شمال مدينة غزة. وأكد مراسلنا استشهاد 8 فلسطينيين في استهداف منزل بشارع المغرب بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما أفاد بسقوط شهيدين في قصف إسرائيلي من مسيرة على شارع صلاح الدين وسط القطاع، فيما ارتفع عدد الشهداء في الهجمات على شرقي خان يونس إلى 77 على الأقل منذ أمس، في حين أفاد مراسل العربي بتوغل آليات الاحتلال في بلدة القرارة شمالي المدينة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دير البلح مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك عبد الله. إذن أعداد الشهداء في ازدياد مستمر، حيث تتعرض مدينة خان يونس إلى قصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال. نجمل معك آخر التطورات والتحديثات الميدانية، تفضل عبد الله. مرحبا فرح. لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها العسكرية في المنطقة الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة. حتى هذه اللحظة الآليات لا زالت تتوغل في منطقتي بني السهيلة والزنة، ولا زالت تتمركز بالقرب من منطقة دوار العلم وهي إلى الشرق من دوار بني السهيلة البعيدة نسبيا عن شارع صلاح الدين. حتى هذه اللحظة لا زالت آليات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعملية إطلاق للنيران، وأيضا توازي هذه العملية قصف لأحياء متفرقة من المناطق الشرقية لخان يونس من قبل مدفعيات الاحتلال الإسرائيلي. منذ الصباح توغلت أيضا الآليات العسكرية الإسرائيلية إلى المنطقة الشرقية من بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس في المنطقة الجنوبية من القطاع. حتى اللحظة لا زالت أصوات إطلاق النار وإطلاق النار من الطائرات المروحية وأيضا القصف المدفعي مستمر ومتواصل على هذه المناطق السكنية. الجيش الإسرائيلي أجبر سكان هذه المناطق على النزوح باتجاه المناطق الغربية من خان يونس، ولكن جزء كبير من هؤلاء السكان لم يتمكنوا من الخروج، وبالتالي لا زال الجزء الأكبر منهم محاصرا في داخل منزله. المناشدات تصل على مدار الساعة، هناك عدد أيضا من الإصابات والشهداء لا زالوا في أماكن متفرقة من المناطق الشرقية لخان يونس. لم تتمكن الطواقم الطبية ولا حتى المركبات المدنية ولا المتطوعين من إيصالهم إلى النقاط الطبية القريبة أو حتى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي. نحن نتحدث عن قرابة 80 شهيدا وأكثر من 200 جريح، ولا زالت حتى هذه اللحظة أعداد الشهداء والجرحى من حين لآخر تصل إلى مجمع ناصر الطبي في ظل اشتداد وتيرة القصف المدفعي والجوي على هذه المناطق التي بدأ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في المناطق الشرقية من خان يونس. وسط القطاع أيضا لم يكن بعيدا عن استهداف صباح اليوم غارت الطائرة الحربية الإسرائيلية على شقة سكنية في دير البلح وسط القطاع، أسفرت عن إصابة 7 مواطنين. كذلك حل في مخيم النصيرات وسط القطاع، أطلقت مسيرة إسرائيلية النار على مجموعة من المواطنين بالقرب من منطقة شارع الدعوة، وأصيب مواطنان وتم نقلهم إلى مستشفى العودة في مخيم المسيرات وسط القطاع. الصورة بشكل عام هي صورة التصعيد، والمشهد الأمني يزداد تعقيدا وسوءا في ظل استمرار وارتفاع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير في جنوب قطاع غزة. نعم عبد الله، ماذا عن أوضاع النازحين؟ لو تطلعنا أكثر على الأوضاع الإنسانية لديك. أوضاعهم هي غاية في السوء والقسوة. نحن نتحدث عن نازحين نزحوا من المناطق الشرقية باتجاه مناطق وسط خان يونس، باتوا ليلتهم الماضية في العراء، وجزء منهم باتوا في الساحات الخارجية لمجمع ناصر الطبي. الصورة صعبة جدا، باتوا ناموا ليلتهم على الأرض دون وجود أغطية، دون وجود أي ممتلكات شخصية، خرجوا فقط بأنفسهم وبملابسهم، نساء وأطفال ومرضى وعجزة وكبار سن، كلهم لم يجدوا إلا الشارع مكانا لكي يقيموا فيه. الجيش الإسرائيلي أجبرهم على النزوح غربا، لكن هذه المناطق الغربية مكتظة بالنازحين.
غير مهيئة ولا تتوفر فيها حتى المقومات الحياتية. إضافة إلى ذلك مدينة خان يونس أصلا هي مدينة مدمرة ومنكوبة فعليا، لا توجد فيها مباني قائمة، لا توجد فيها بنى تحتية، لا توجد فيها حتى طرق يستطيع الشخص أن يسير فيها، وبالتالي هي منطقة مدمرة كليا من قبل الجيش الإسرائيلي الذي عمل فيها لمدة 4 أشهر متتالية، دمرت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي كل المقومات الحياتية. اليوم مع هذا النزوح ازدادت وتيرة الأوضاع الإنسانية سوءا، مياه الصرف الصحي لا زالت في المدينة، لا تتوفر الخدمات البلدية ورفع النفايات، لا تتوفر الخدمات الطبية وهذا هو المهم، لا تتوفر الخدمات الطبية، المنظومة الطبية تئن تحت وطأة الاستنزاف والاستهداف أيضا من قبل الجانب الإسرائيلي، وبالتالي نحن نتحدث عن واقع معقد للغاية يعيشه النازحون. والسؤال الذي يطرحه دائما النازحون اليوم إلى أين يمكن أن نذهب؟ لا توجد أماكن يمكنها أن تستوعب هذا العدد الكبير من النازحين، ونحن نتحدث عن قرابة 40,000 شخص يعيشون في هذه المنطقة، جزء منهم غادر وجزء لا زال عالقا تحت حصار الآليات العسكرية الإسرائيلية، وأيضا وهذا هو الأهم لا يوجد هناك مكان جديد أو أماكن جديدة يمكنها أن تستقبل هؤلاء النازحين في ظل هذه الإمكانيات وفي ظل هذا الواقع المعقد والصعب الذي يعيشه القطاع. شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد، كنت معنا من دير البلح. التلفزيون العربي.